دعاؤه عليه السلام لما اشتكي إليه من جور بني أمية، مرفوعا إلى جابر قال: لما أفضت الخلافة إلى بني أمية سفكوا في أيامهم الدم الحرام ولعنوا أمير المؤمنين صلوات الله عليه على منابرهم 1000 شهر، واغتالوا شيعته في البلدان وقتلوهم واستأصلوا شأفتهم، وما لأتهم على ذلك علماء السوء رغبة في حطام الدنيا، وصارت محنتهم على الشيعة لعن أمير المؤمنين عليه السلام، فمن لم يلعنه قتلوه. فلما فشى ذلك في الشيعة وكثر وطال، اشتكت الشيعة إلى زين العابدين عليه السلام وقالوا: يا ابن رسول الله، أجلونا عن البلدان وأفنونا بالقتل الذريع، وقد أعلنوا لعن أمير المؤمنين عليه السلام في البلدان وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى منبره، ولا ينكر عليهم منكر ولا يغير عليهم مغير، فإن أنكر واحد منا على لعنه قالوا: هذا ترابي. ورفع ذلك إلى سلطانهم وكتب إليه: إن هذا ذكر أبا تراب بخير، حتى ضرب وحبس ثم قتل. فلما سمع ذلك عليه السلام نظر إلى السماء وقال: سبحانك ما أعظم شأنك، إنك أمهلت عبادك حتى ظنوا أنك أهملتهم، وهذا كله بعينك، إذ لا يغلب قضاءك ولا يرد تدبير محتوم أمرك، فهو كيف شئت وأنا شئت، لما أنت أعلم به منا. ثم دعا بابنه محمد بن علي الباقر عليه السلام فقال: يا محمد. قال: لبيك. قال: إذا كان غدا فاغد إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وخذ الخيط الذي نزل به جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله، فحركه تحريكا لينا. وذكر خبر الخيط المعروف.